بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان الذي بدأ بالأمس، لأن أول شعبان حسب الحسابات الفلكية وحسب الرؤية كما نقل بعض الثقات هو يوم الخميس. في هذا الشهر الكريم نلتقي في بدايته بمناسبات عزيزة علينا تبعث في نفوسنا مشاعر الفرح الروحي. ففي الثالث من شعبان كانت ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وفي اليوم الرابع من شعبان كانت ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، وفي الخامس من شعبان كانت ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. هذه المناسبات عندما نتذكرها فإننا نتذكر هذه النماذج الإنسانية الروحية المقدسة التي أعطت الإسلام كل حياتها، حتى كانت قرباناً لله سبحانه وتعالى في حركة الجهاد وحركة المعرفة وحركة الوعي الذي أرادوا به أن يرتفعوا بالإنسان المسلم إلى الدرجة العالية التي يحلق فيها لينطلق إلى مواقع القرب من الله، ويتحرك من خلالها ليملأ الحياة بالقيم الروحية والأخلاقية، وليغني الإنسانية بكل ما يرتفع بالإنسان ليصنع الحضارة على خط الإسلام الذي أراد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن حالة التخلف إلى حالة التقدم، ومن حالة الخرافة إلى حالة الحقيقة. عندما نلتقي بالإمام الحسين عليه السلام في ذكرى مولده
لنتصور تلك اللحظات التي عاشها علي وفاطمة سلام الله عليهما عندما استقبل هذا الوليد بعد أن استقبل قبل سنة أخاه الحسن، فاكتملت هذه الصورة بالحسن والحسين اللذين أعدهما الله في كل ما يختزنانه من آفاق الروح والمعرفة والاستقامة والدعوة في مستقبل حياتهما، ليكونا سيدي شباب أهل الجنة، ولينطلقا في خط الإمامة، وليعيشا طفولتهما معا في حضانة رسول الله. فقد كان رسول الله الحاضن لهما، وقد ملأ كل حياته بعد أن فقد ولده الوحيد إبراهيم، وكان يلاعبهما ويحنو عليهما ويضمهما إليه، حتى كانت طفولتهما كطفولة أبيهما بين يدي رسول الله. فقد كان علي عليه السلام في حضانة رسول الله عندما اختاره رسول الله من أبيه أبي طالب تخفيفاً عنه، كان يضمه، كان يمضغ الشيء ثم يلقمه إياه، كان يعطيه في كل يوم خلقاً من أخلاقه، وكان يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. وهكذا التقيا في طفولتهما الأولى بحضانة رسول الله لهما، فكان رسول الله الحاضن لأبيهما كما كان الحاضن لأمهما في طفولتهما وفي شبابهما، وكان الحاضن للحسن والحسين عليهما السلام في طفولتهما الأولى، وكان في وعي عظيم بحيث يستمعان في المسجد إلى جدهما وهو يخطب، وينقل ويعيان ذلك، وينقل في التاريخ أن علياً كان يأتي من المسجد إلى بيته، فتحدثه السيدة الزهراء عليها السلام بما حدث به رسول الله في المسجد، وقال لها: هل كنت معنا؟ قالت: لا، ولكن هذا ابني، وتشير إلى الحسن، جاء يحدثني بما سمع من جده رسول الله، فهو لا يزال في طفولته الأولى. وهكذا كان الإمام الحسين عليه السلام عاش في حضانة جده وفي حضانة أبيه وأمه، وأية حضانة في التاريخ كله أعظم من هذه الحضانة الروحية والعاطفية والأخلاقية والسلوكية. وهكذا كانت نشأة الإمام الحسين عليه السلام، فكان
للإسلام بكله، كما كان أبوه علي عليه السلام كان للإسلام كله، وقد أنزل الله فيه ليلة الهجرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وهكذا كان الحسين عليه السلام باع نفسه لله سبحانه وتعالى، وناجى ربه عندما تلقى دم ولده الرضيع، عندما قال: هون ما نزل بي أنه بعين الله، ما دام الله يراني وأنا أتألم وأنا أضحي في سبيله فلا مشكلة، ليس هناك ألم لأنني أضحي في سبيل الله، ولكنه الفرح الروحي. وقد قال الشاعر على لسانه عندما كان في حالة الاحتضار والجراحات تملأ جسمه والدماء تنزف من كل مكان في جسده، كان يقول حسب قول الشاعر: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان الحسين عليه السلام في أشد ساعات الألم، الذي لا نجد هناك شخصا عاش مثل هذا الألم، عاش آلام فقدان أولاده وإخوته وأصحابه، عاش آلام هذا الوضع المأساوي للنساء والأطفال في خيمه، عاش آلام الأمة كلها عندما عبر عن مشكلتها الأمة مع الذين يسيطرون عليها: اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا. وهكذا كان الحق كل همه: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كان الحسين وهو وحيد يتلقى كل السهام وكل الحجارة وحده وليس معه أحد، ولكنه كان يتطلع إلى الأمة، يتطلع إلى الأمة كلها كيف تتخلص من ظلم الظالمين ومن استكبار المستكبرين ومن انحراف المنحرفين. لم تكن ذاته همة، ولكن كانت الأمة أمة جده وأمة الإسلام هي كل هم الحسين عليه السلام. وهذا أيها الأحبة، هذا هو ما نأخذه من الحسين عليه السلام، نأخذ من الحسين هذا الاهتمام بالإسلام، هذا الاهتمام بالمسلمين، هذا الخروج من الذات إلى آفاق الرسالة. هذا ما يبقى لنا من الحسين عليه السلام. ولذلك فنحن نعيش في كربلاء الفرح الروحي بالحسين، كما نعيش في مولده في المدينة الفرح الروحي، لأن الحسين أكبر من الألم وأكبر من الدموع وأكبر من كل الجراحات، لأن الحسين
كان يعيش مع الله ومن عاش مع الله فلا يشعر بذاته من قريب أو بعيد، وإن كانت ذاته في القمة العالية مما تشتمل عليه من كل الفضائل. والعباس أبو الفضل العباس الذي تربى في حضن علي عليه السلام وتربى في حضن الحسين عليه السلام، كان العباس يعيش كما ورد في سيرته، كان العباس يعيش المعرفة بالله والمعرفة بالإسلام، كان عالماً. إن الناس يذكرون العباس في وسامته وفي شجاعته وفي بطولته وفي تضحيته، ولكن العباس كان يملأ، كان العلم يملأ عقله وقلبه، وكانت روحانيته تجعله يعيش حياته كلها من أجل الإسلام. كان العباس رسالياً من أعلى الرساليين في التاريخ، كان رسالياً، كان يرافق الحسين عليه السلام ليتعلم من علمه وليتأخذ من أخلاقه وليرتفع معه إلى عالم القيم وليعيش مع الحسين في عبادته لله وفي إخلاصه لله وفي روحانيته لله. كان مع الحسين عليه السلام يعيش في يوم عرفة ليبكي وينشج وينفتح بدعاء الحسين عليه السلام، كان مع الحسين يدعو ربه، وكان روحانية الحسين وروحانية في دعائه وروحانية جو عرفة كان يملأ روحه وكل كيانه، ولذلك كان الحسين يعظمه، وكان الحسين يحترمه، وكان الحسين يبجله لا من أجل الأخوة فحسب، ولكن من أجل الفضائل الكبيرة التي كان العباس يتمتع بها. ولعلنا نعرف قيمة هذه الروح التي ذابت في الإسلام وذابت في المسلمين وذابت في الحسين عندما نستمع إليه مما روي عنه عندما قطعت يمينه في المعركة، ونحن نعرف قيمة اليد اليمنى للمقاتل، لأن الإنسان يقاتل يمسك السيف بيمينه، ولذلك أن العباس لم يبكي عندما قطعت يمينه ولم يشعر بالجزع ولم يشعر بالضعف، وإنما أراد أن يسمع العسكر كله هناك، أن يسمعوا أنه لا يزال يحمل الرسالة وأنه يقاتل من أجل الرسالة، كما قاتل أبوه في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الأحزاب وفي يوم حنين وفي يوم خيبر، كما قاتل: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين. لم يقل إني أحامي عن أبي عن أخي، لأن القضية لم تكن في جهاده قضية نصرة أخ،
ولكنها قضية نصرة القيادة، القيادة الإسلامية الحقة المتمثلة في إمامة الإمام الحسين عليه السلام. وهكذا كان العباس الإنسان الرسالي البطل في علمه، والبطل في روحانيته، والبطل في ذوبانه في الإسلام، والبطل في جهاده وتضحيته. ولذلك فإننا عندما نتذكر العباس في يوم مولده فإننا نتذكر كل هذه القيم التي تجمعت في هذا الإنسان الذي تزوره فتقول مع الإمام الصادق: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين، فنعم الأخ المواسي. ونحن عندما نتذكر زين العابدين فإننا نتذكر هذا الإمام العظيم الذي عاش في كربلاء مع أبيه الحسين عليه السلام، وكان في قمة الصبر، التي في قمة الصبر أمام الإسلام. ثم انطلق الإمام زين العابدين ليقف في الكوفة موقفا قويا، لأن قوته كانت من الله، ولأن قوته كانت من مما يعيش في داخل ذاته من ذلك. ثم انطلق الإمام زين العابدين عليه السلام في العالم الإسلامي ليجسد كل الرسالة في كل نشاطه. كان يحرك الرسالة في دعائه، ولذلك كانت أدعية الإمام زين العابدين هي الأدعية الثقافية التي إذا قرأتها شعرت بأنك تقرأ الإسلام في قيمه، وتقرأ الإسلام في أخلاقه، وتقرأ الإسلام في فلسفته، وتقرأ الإسلام في كل الواقع الذي يتحرك بالعلاقات الإنسانية الاجتماعية. لم تكن أدعية الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية وفي غير الصحيفة السجادية، لم تكن أدعية الإمام زين العابدين مجرد أدعية روحية، ولكنها كانت أدعية تجمع الإسلام كله، الإسلام في خطوط العقيدة، والإسلام في خطوط القيم والمناهج وما إلى ذلك مما يغني الإنسان ويرتفع به إلى قمة الروح. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام المعلم الذي تثقف على يديه أغلب علماء المسلمين في تلك المرحلة من حياته ومن عمره. وكان العابد الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى، وكان النموذج الأكمل للعفو وللأخلاق العظيمة التي كان يواجه بها أعداءه كما يواجه أصدقاءه. كان الإمام زين العابدين يمثل النموذج الذي تجتمع فيه شخصية علي والحسين والحسن والحسين، وتنفتح شخصيته على جده رسول الله في كل أخلاقه وفي كل روحه وفي كل جهاده وكل القيم. ونحن نتذكره وهو يقول لذلك الإنسان الذي رآه وهو يبكي في سجوده خاشعاً لله: كيف تبكي وتخضع وتخشع وجدك رسول الله
وجدك علي وجدتك الزهراء وأبوك الحسين وعمك الحسن. قال: دع عنك ذكر أبي وجدي وأمي وأبي، دع عنك ذلك، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. النسب لا يقرب الإنسان من الله حتى لو كان الإنسان في أعلى درجة النسب، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بين، قالها رسول الله، ليس بين الله وبين عباده أحد يعطيه به خيرا أو يدفع به عنه شرا إلا العمل، ولو عصيت لهويت. وقال علي عليه السلام: إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. وقال علي، علي بن الحسين، وهو يحدثنا عن العصبية، عصبية القومية والعصبية الإقليمية وكل العصبيات الحزبية والطائفية والسياسية والشخصانية: إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل، تفتولها، لأنه إحنا تملأ حياتنا كل العصبية. إحنا عندنا الشخص الذي من عندنا، الخي الشرير اللي من عندنا أفضل من الخير عندهم، مش نحكيها هذه، نحكيها بالعشائر وبالأحزاب وما إلى ذلك. إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن أن يعين قومه على الظلم. أيها الأحبة، هؤلاء أئمتنا وقادتنا وأبطالنا، علينا أن نقتدي بهم، لأن الولاية لأهل البيت عليهم السلام ليس مجرد دمعة نسكبها وليست مجرد خفقة قلب، إنها الاتباع والسير في خط أهل البيت عليهم السلام، كما قال علي عليه السلام: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن يا شيعة علي أعينوني بورع عن الحرام واجتهاد في طاعة الله وعفة عن كل ما حرم الله وسداد في الرأي. تلك هي المسألة، أن تكون موالياً هو أن تكون متبعاً وأن تتحرك في خطه المستقيم. على هذا الأساس نحتفل بذكرى مولد الحسين عليه السلام ومولد العباس عليه السلام ومولد علي بن زين العابدين عليه السلام، وهكذا ننفتح على كل أهل البيت، نحبهم ونحترمهم ونعظمهم ونقدسهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم ذابوا في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.